السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الزمالك القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 24 أو الأسبوع 24 من الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على إنبي 1-0 في الجولة السابقة. متابعينا الكرام، مباراة الزمالك القادمة بإذن الله تعالى هتكون مباراة هامة جدا وقوية جدا، هتكون أمام نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني حاليا والزمالك في المركز الثالث حاليا. متابعينا الكرام، الزمالك هيلعب امام نادي بيراميدز باذن الله تعالى يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020 او 3/9/2020. القناه الناقله للمباراه هي قناه اون تايم سبورتس 1. اما التوقيت فالمباراه ميعادها الساعه 8:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراه ميعادها الساعه 9:30 مساء بتوقيت السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن ايضا وطبعا وسوريا وبلاد الشام. المباراة أيضا ميعادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وميعادها الساعة 6:30 مساء بتوقيت جرينتش. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الجولة القادمة الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز بتوقيت معظم الدول العربية وتوقيت مصر طبعا والقناة الناقلة بإذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لك الفيديو ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.